لو الحكاية فيها إن فيجو. طيب ننتقل لدولة شقيقة أخرى هي السعودية. السعودية كيف هيكون عامها القادم؟ والله أنا السعودية من الناحية الاقتصادية أنا شايفة أن هي هتعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، ممكن يكون فيها يعني مشكلات اقتصادية، ممكن تأثر حتى على العملة أو الريال، ممكن سعره يقل، الخدمات هناك ممكن كل حاجة هتزيد، يعني الحالة الداخلية في السعودية مش هتكون قوي، يعني أنا شايفة أن مش في الغالب مش هيكون في استقرار داخلي في السعودية، استقرار من الناحية الاقتصادية يعني. تمام. أوكي. من ناحية الحروب السعودية في اليمن لا للأسف الحروب هتشتعل أكتر. أنا يعني طبعا في عاصفة الحزم، أنا شايفة أنه بالعكس ده الحروب ممكن تشتعل أكتر في 2017. أنا شايفة المنطقة الأكثر اشتعالا هي منطقة شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، فالتوقعاتي أنه هتكون سنة صعبة، يعني بدليل أن قلت من خصائص كمان السنة دي أن صعوبة الحج، فده معناها أنه في احتمالات حدوث حرب، وأنا أتوقع أنه نفوذ إيران اللي عمال يكبر، أتوقع أن الحرب هتكون مع إيران بشكل رئيسي يعني. لان هي الحرب كانت مع اليمن، وهي اليمن تقدر تقول هي اداة في ايد ايران، لكن الحرب هتبقى بصورة اوضح مع ايران مباشر. الملك سلمان الملك سلمان هو برج الجد، وأنا شايفة أن المشتري هيفضل معاكس معاه في 2017. هو مولود يوم 31، الملك سلمان 31/12 يعني آخر يوم في السنة، لكن اللي أنا شايفاه أنه الظروف هتعنده بسبب معاكسة كواكب كتير ليه، في أورانوس معاكس معاه وكمان المشتري معاكس معاه، وده هيتسبب في معاندة الظروف معاه جدا، وده يعني كمان وجود الصراعات في منطقة الخليج دي هتأثر عليه سلبا، وممكن ان هو هيجر البلاد لحرب او لحروب كمان. العلاقات المصريه السعوديه كيف تكون السنه القادمه؟ العلاقات ايه؟ السعوديه المصريه. يعني انا مش متفائله قوي، لان في تعارض في السياسه وتعارض في ممكن نقول في المصالح، فمش متفائلة جدا انه يكون في تعاون سياسي يعني او تعاون دولي بينهم يعني. استمرار العلاقة المتوترة بين مصر والسعودية في 2017 توقعيها كده؟ اتوقع، لاني اتوقع انه مصر هتكون دعم اكتر لسوريا، لأن مصر أساس سياستها هي القضاء على الإرهاب، وده مش هدف أساسي عند السعودية.